السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تعلم نظام البلاك بورد للطلاب، ومهارة جديدة هي تغيير لغة واجهة الدخول لنظام البلاك بورد. بالوصول إلى صفحة الدخول لنظام البلاك بورد تكون غالبا باللغة الإنجليزية، وللتبديل ما بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية يتم تحريك مؤشر الفأرة إلى أعلى يسار الشاشة إلى رمز الكرة الأرضية، فتخرج قائمة منسدلة بها لغتان، اللغة الإنجليزية واللغة العربية، وبالضغط على اللغة العربية يتم تغيير واجهة الدخول إلى اللغة العربية، ويصبح الطالب قادرا على إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بالدخول إلى النظام. تطبيق عملي بالتوجه إلى أعلى يسار الشاشة، ثم اختيار اللغة العربية، فتتحول الواجهة إلى اللغة العربية، ونصبح قادرين والطالب قادر على إدخال اسم المستخدم وكلمة